مرحبا، كيف حالكم أيها الأعزاء؟ اشتقت إليكم. هل تتذكرون حكاية المرة السابقة؟ السلحفاة قادت أصدقاؤنا في رحلة بحرية، والآن نتطلع لصديقنا الجديد الذي سيظهر هذه المرة. لذا هيا ننطلق مباشرة في حكايتنا. بينما هم يبحرون في البحر قابلوا الحوت أيضا، وقال الحوت: أهلا وسهلا بكم في البحر، سيكون مدهشا أكثر إذا نزلتم للأعماق، هيا نسبح وننزل معا. أصدقاؤنا جميعا تبعوا الحوت ونزلوا للأسفل. وقال البغبغاء: لقد رأيت السماء والأرض والبحر، وكل منها رائع بشكل مختلف. هذه الطبيعة هي بيتنا وكنزنا الجميل. هذه المرة سنرسم الحوت. سنرسم شكلاً بيضاوياً للجانب هكذا. نرسم العين والفم وأيضاً الذيل والزعانف. ويمكن تلوينه فيما بعد. نلون بألوان البلو ماستر. وبعد ذلك نلون بالألوان الخشبية. هكذا نلون الجسم، ثم نرسم الماء يخرج من ظهر الحوت.
سمسم المياه التي يسبح فيها الحوت. ونرسم أيضاً الأمواج. وبعدها نرسم فقاعات المياه. وإذا أردتم استخدام لون آخر، اغسلوا الفرشاة ثم غيروا للون الآخر. سأجرب اللون الأخضر المصفر. وأيضاً الأخضر. ثم سنلون رسم السماء. نلونها باللون الأصفر الفاتح. ألوان الشمع تظل واضحة عندما نستخدم معها الألوان المائية، ولكن الألوان الفلوماستر تذوب مع الماء. هل رأيتم هذا؟ ونلون باللون البنفسجي حيث تظهر كأنها أشعة الشمس الساطعة. وهكذا يا أعزائي اكتمل كل شيء. كيف كانت محاضرة اليوم؟ واو! اليوم ظهر الحوت. هذه المرة دخل الحوت داخل أعماق البحر وجعل الأصدقاء يشاهدونها. وأيضا كما قال البغبغاء، كل الطبيعة يمكن أن تصبح لنا بيتا، لأنه إذا لم توجد الطبيعة
لا يمكننا العيش. نعم يا أعزائي، تطلعوا للقاء المرة القادمة. مع السلامة.